هنا لسه قابل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه معلش يا اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله. هتعرف بيكي فاطمة. فاطمة، فاطمة كم سنة يا فاطمة؟ يعني 24. 24 سنة مرتبطة؟ كنت مرتبطة. طب ايه اللي حصل يا فاطمة؟ بص، هو انا في الاول يعني كنت متجوزة، اتجوزت وانا عندي 17 سنة وطلقت بعد سنة ونص. بتتجوزوا بدري ليه كده يا فاطمة؟ الله يسامحه بقى، كان السبب. طيب اتطلقتي ليه بعد سنة ونص؟ ايه اللي حصل؟ كنت عايشة في بيت عيلة وكان في مشاكل كتير وكان جوزي ملوش شخصية خالص، فحبيت ان انا انفصل عنه كده في هدوء. بس المشكلة ان انا معايا ولد، ومن ساعتها لحد الآن من 2017 لحد النهاردة كده ابني ما بيشوفش ابوه خالص، ما بيسألش عليه خالص، وفي بينا أراضي وكده عشان ما كانش راضي يطلق. فالمشكلة ان ابني دلوقتي بدأ ان هو يسأل على ابوه وبابا فين، بابا مين، وانا مش عارفة. انت حارمة الراجل من ابنه من الاخر كده؟ لا، يعني هو اللي رافض يجي يشوف ابنه؟ هو اللي رافض، هو بيبقى ماشي جنبه في الشارع ما بيوقفوش يسلم عليه حتى. يعني هو بيشوفه؟ هو بيشوفه من بعيد كده، ماشي معايا، ماشي مع اخويا. انتوا ساكنين جنب بعض؟ يعني لا مش جنب بعض قوي، بس يعني ساعات يعني بنبقى في نفس المكان في نفس الوقت. هو بيبقى جاي يمكن عشان يشوف ابنه؟ لا، ده هو مثلا بيبقى في شغله وكده ويبقى حد معدي ويشوف، غير كده ما بيشوفوش، ما بيطلبش ان هو يشوف. مفيش اي محاولات منه ان يرجعك؟ لا، ما اعتقدش عشان هو اتجوز ويخلف كمان. طب انت في حد ظهر في حياتك؟ في حد ظهر وما برضو ما كملتش معاه. ليه ما كملتيش معاه؟ يعني بعد 3 سنين بنكلم بعض ومتفقين على كل حاجة، وان هو يجي يتقدم لبابايا وكده، عرفت ان هو خطب. المشكلة الأكبر ان هو يعني قريبي، مش حد غريب يعني كمان. عمل كده، حد قريبي وقريبي جدا. وبعد ما خطب فشل خطبته وحب ان هو يرجع تاني، فاديته فرصة تانية بعد تفكير طويل، وبعد كده برضو عمل نفس الغلطة وخطبت مني. بس انت مشكلة دلوقتي كلها ابنك اللي بيسأل على باباه. ابني اللي بيسأل على باباه، وان انا برضو عايشة مع اهلي، وان اهلي ضاغطين عليا عايزين اتجوز وخلاص. اي واحد يتقدم، مش مهم بقى يعني رأيي ايه، مش مهم اي حاجة، المهم ان انا اتجوز عشان مسؤولية البيت. جوزتوني اول مرة ونتيجتكم كانت ان انا طلقت معايا ولد. ليه بتعملوا كده؟ بصي، انت لا تستجيبي لحدوتة تتجوزي وخلاص، دي ما تستجيبلهاش دلوقتي، لانك لما تتجوزي هتتجوزي انسان انت هتكون انت اللي منقياه بنفسك، وعارفة ان انت يعني اخدتي الانسان ده بنفسك، انت اللي ده كان اختيارك. خلينا في الجزئيه بتاعت ابنك دلوقتي. ابنك هيسال على ابوه. والله يا حبيبي بابا موجود وكل حاجه، واحنا بس انفصلنا لان كان في ظروف تخلينا ننفصل انا وبابا، بس هو موجود. طب هو فين يا ماما؟ هو والله حبيبي ما بيسالش، يعني اول ما يساله اول ما كده هبلغه ونشوف اذا كان في امكانيه ان هو يعني ان انتوا تتقابلوا ولا لا. ده الحل الوحيد، لانك مش هينفع تكذبي على الولد، لانك لو كذبتي على الولد ووصل له انك كذبتي عليه الموضوع هيتفاقم وهيبقى اسوأ بكتير، ولد شعوره ناحيتك هيبقى وحش. فخليكي دايما ماشيه في الطريق اللي ما فيهوش اي مطبات، صريحه جدا، بتقولي الصراحه ولكن بتقوليها بطريقه تحافظ على مشاعر الولد على قد ما تقدري. اما بالنسبه للجواز فانا ما انصحكيش انك تاخدي اي خطوه انت مش مقتنعه بيها باي شكل من الاشكال، لان اللي هيتحمل وزر ده انت مش اهلك.